أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو، رحيل الإعلامي الكبير سامي حداد بعد صراع مع المرض وأسباب وفاته، ومشاهير وإعلاميين ينعوه بكل حزن، ومحطات في حياته وما لا تعرفون عنه. توفي اليوم الإعلامي الكبير سامي حداد الثلاثاء 19 من يناير عام 2021 عن عمر ناهز 82 عاما في العاصمة لندن في المملكة المتحدة. وقد نعاه عدد من الإعلاميين عبر تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي. ورحيل الإعلامي سامي حداد سبب صدمة في الوسط الإعلامي الذي يعتبر أقدم مذيعي قناة الجزيرة، وأيضا أحد أبرز رجال الإعلام العرب ومقدم لبرامج كثر. ونعى الوسط الإعلامي الفلسطيني المذيع المعروف سامي حداد الذي توفي مساء اليوم الثلاثاء بعد معاناته من مرض عضال. ووفقا لما نقلت الجزيرة على صفحتها عبر الفيسبوك، فإنه توفي الإعلامي الفلسطيني المعروف سامي حداد في لندن، أحد كبار وجوه قناة الجزيرة القطرية الأوائل، الذي ارتبط اسمه ببرنامجه الشهير أكثر من رأي. وسامي حداد هو إعلامي فلسطيني مقيم في لندن، أحد أقدم مذيعي قناة الجزيرة، وقدم منذ منتصف التسعينات إلى نوفمبر عام 2009 برنامج أكثر من رأي، والذي يستضيف به بالعادة ضيوف مختلفين في الآراء والتوجهات، والذي يقدمه من لندن ويعتبر من أشهر مذيعي قناة الجزيرة. وقد ولد الإعلامي الكبير سامي حداد في الأردن عام 39، وعمل مذيعا في الإذاعة الأردنية عام 61، وفي عام 68 عمل مذيعا في التلفزيون الأردني. وفي العام 94 انتقل إلى البي بي سي الفضائية، وأغلقت عام 96 كرئيس للقسم العربي ومقدما للبرنامج الحواري ما وراء الخبر. وعمل الإعلامي الراحل سامي حداد في مجال الإعلام خلال العقود الأربعة الماضية منذ عام 74 في القسم العربي بإذاعة بي بي سي، ومنذ العام 78 شغل منصب رئيس قسم البرامج الإخبارية السياسية. وانتقل بعد ذلك إلى قناة الجزيرة عام 95 قبل أن يتركها إلى لندن، ويقدم برنامجه أكثر من رأي من هناك لمدة 15 سنة قبل أن يتوقف البرنامج عام 2009. وأعلنت وسائل إعلام عربية اليوم الثلاثاء 19 من يناير عام 2021 عن وفاة الإعلامي الفلسطيني سامي حداد أقدم مذيعي قناة الجزيرة في العاصمة البريطانية لندن. ويجيد الإعلامي الراحل سامي حداد اللغة الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والعربية. والراحل سامي حداد مهتم بالموسيقى والمسرح ويقرض الشعر أيضا، حيث كان يكتب شعرا سياسيا في ستينات القرن الماضي خلال مرحلة الأحزاب والمد القومي العربي. بعد انتهاء تلك الفترة تحول شعره إلى الغزل. وله ديوان بعنوان القلوع الشاردة، وكتب مذكراته كإعلامي، وتطرق لأهم الشخصيات التي قابلها سواء كانوا ملوكا أو رؤساء دول، وحاور العديد من الشخصيات في عالم السياسة بالشرق الأوسط، ومن بينهم العاهلان الأردني الملك حسين والمغربي الحسن الثاني، فضلا عن الرئيس المصري حسني مبارك والفلسطيني ياسر عرفات والزعيم الليبي معمر القذافي. ونشر الإعلامي تامر المسحال عبر صفحته الشخصية عبر تويتر وفاة الأستاذ الإعلامي الفلسطيني المعروف سامي حداد في لندن، أحد كبار وجوه الجزيرة الأوائل، الذي ارتبط اسمه ببرنامجه الشهير الرأي والرأي الآخر، ونشاط عائلته الصغيرة والكبيرة العزاء، وندعو لهم جميعا بالصبر والسلوان. ونعته أيضا الإعلامية إيمان عياد، فغردت عبر تويتر
رفيق العمل والشاشة والمشوار الطويل، من ترك بصمة مهنية في الرأي والرأي الآخر وأثرا طيبا في قلوب كل من عرفه. وأضافت أيضا الإعلامية إيمان عياد الإعلامي الفلسطيني سامي حداد من جيل المؤسسين في قناة الجزيرة وأول رئيس تحرير للقناة، في ذمة الله الرحمة لروحه وخالص التعازي لعائلته والأسرة الإعلامية على الفقيد الكبير. ونعى المذيع فيصل القاسم رحمة الله على أستاذنا ومعلمنا وزميلنا سامي حداد الذي كان من أبرز رجال الإعلام العرب على المستوى العربي، لروحه السلام ولآل حداد أصدق التعازي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكتب حيدر عبد الحق رئيس القسم الرياضي في قناة الجزيرة الإخبارية: وفاة الإعلامي سامي حداد تعزينا لأهله وأصدقائه، وعرف الراحل ببرنامج أكثر من رأي وهو من أوائل برامج الجزيرة عند انطلاقها عام 96. وودعه المذيع محمد كريشان مغردا وفاة الزميل العزيز سامي حداد أحد رموز إذاعة لندن لسنوات وهو الرئيس تحرير قناة الجزيرة عند انطلاقها عام 96، وهو صاحب أول برنامج سياسي حواري مباشر فيها أكثر من رأي رحمة الله عليه. لن أنسى مساعدته لي لدخول عالم التلفزيون عام 95 في لندن ونصائحه الدائمة والصارمة. وغرد مدير قناة الجزيرة ياسر أبو هلالة، رحل وترك إرثا يفتخر به كل إعلامي وكل أردني. سامي حداد هو مؤسس غرفة الأخبار في قناة الجزيرة، أول قناة إخبارية عربية وأوسعها انتشارا، وكان أول من سمعت صوته في القناة في أول عمل لي عام 96. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.